في هذه الكنيسة الصغيرة في ضاحية سو الباريسية تجمع عدد من المؤمنين للصلاة من أجل مطران جورج فان تامبي الذي اختطف هذا الخميس في الكاميرون على أيدي مسلحين من مجموعة بوكو حرام. الأب فان تامبي كان يرأس هذه الكنيسة قبل سفره إلى الكاميرون لبدء خدمته الكهنوتية هناك. أسقف ضاحية نونتير الباريزية جيرارد دوكورد يروي كيف وقعت حادثة الاختطاف قائلا: عندما أتى الخاطفون في المساء كان عددهم 15 شخصا، قاموا بتفتيش منزل الراهبات هل هم يجدون المال، لكنهم لم يجدوا أي شيء. بعد حاولوا الدخول وقلعوا الباب. عندها انتبه الأب جورج للأمر وقام بالاتصال بالسفارة على الفور. وتؤكد العديد من المصادر أن الأب فان تامبي نقل إلى نيجيريا المجاورة وفق سيناريو شبيه بسيناريو خطف عائلة فرنسية في شباط فبراير الماضي على يد مجموعة بوكو حرام النيجيرية المسلحة قبل الإفراج عنها. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بدوره أكد أن كل الإجراءات ستتخذ للإفراج عن الأب فان تامبي.